وقع البنك الوطني الجزائري اليوم بروتوكول اتفاق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. البروتوكول يخص تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وخدمات البنك عن بعد لفائدة الأعضاء المنخرطين في الاتحاد على المستوى الوطني. فوزية السعدي رصدت التالي. عمو دقيقة بركة هذا اخونا يا اخونا اش رايح جاي هكذا بارك الله فحوى هذه الاتفاقية يضم عملية توزيع للترمينو دو بايمون الكترونيك à l'ensemble des commerçants et artisans algériens. كيف سوف تتم هذه العملية؟ الفكرة أتت من خلال يعني عملية القدوم الكبير للأشخاص على مستوى نوافذ البنوك لسحب النقود. الهدف الثاني من هذه العملية هو داخل في إطار شمول المالي أيضا. لا يخفى عليكم أنه عملية سحب النقود بطريقة بكميات كبيرة، والكميات أيضا من النقود الموجودة أيضا على مستوى السوق، عندما ترق من هذه العملية فالتداولات بالكتل النقدية تتقلص، وبالتالي يصبح فقط عمليات إلكترونية لا أكثر. اليوم تأينا بلي هذا البنك فتحنا الأبواب ودرنا اتفاقية، تفاهمنا على هذه الاتفاقية فيها حتى نون سولمون التحسيس لكن حتى التكوين تاع بعض من الفئة تاع التجار اللي ما يحسنوش المعاملة بهذه البطاقة ولا بالتي بي او هذاك الآلة اللي يخلصوا بها. اليوم احنا باش نمحو على هذا المشكل تاع الطوابئ في البنوك وفي في دي بوست تاع دي بي تي تي، باش نمحو هذا لازم ما نضلوش نتعاملوا بالسيوله، باش ما يكونش عندنا مشكل تاع السيوله، هو هذا الحل الوحيد.